استمرارا لتوسيع النفوذ الجزائري السياسي حول العالم، هقول لكم الجزائر بتدعم مين سياسيا وماليا شغل على مستوى عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتاري إنسكوب. أهلي في الجزائر، وحشتوني، وكلامكم آخر حلقة أسعدني جدا وعلى رأسي. الحمد لله بحاول أقول لكم أخبار كتير مهمة وفي وقت قليل، وبنشر المصادر قدامكم علشان محدش يقول أنت بتجيب الكلام منين أو أنت بتتكلم وخلاص. تعالوا الأول نعرف عناوين أخبار حلقة النهاردة بإذن الله. خبير جزائري يكشف معلومة خطيرة بعد هجوم إيران وباكستان على بعض، والجزائر تقدم الدعم السياسي والمالي من أجل استقرار دولة ممكن ما تتخيلهاش. أنا أعتقد صعب تتخيل الدولة دي فين، وهقولها لكم بعد شوية بإذن الله. مسؤول رفيع المستوى يزور الجزائر لمدة 4 أيام، وفي حاجة غريبة هقولها لكم برضو بإذن الله. ويلا نبدأ بالتفاصيل، ونبدأ بالخبر اللي يخص زيارة مسؤول رفيع المستوى من كوريا الجنوبية. هيزور الجزائر لمدة 4 أيام ابتداء من النهاردة. المسؤول ده هو رئيس برلمان كوريا الجنوبية، ومن أهداف الزيارة دي تعزيز العلاقات في مجالات كتير، ومنهم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وكوريا الجنوبية، وقلنا المعلومة دي من يومين تقريبا. الشيء الغريب ان الزيارة دي متزامنة مع زيارة رئيس المجلس الوطني الموريتاني إلى الجزائر، وكمان زيارة المسؤول الموريتاني هتقعد 4 أيام برضو، وكمان هتبتدي النهاردة. شيء غريب، زيارة موريتانية متشابهة مع الزيارة الكورية للجزائر. يعني رئيس برلمان كوريا الجنوبية زار تونس والمغرب قبل ما يجي الجزائر. هل كان عاوز يزور موريتانيا فقال لهم تعالوا نتقابل في الجزائر؟ الله أعلم. تاني خبر معانا، استمرارا لتوسيع النفوذ الجزائري السياسي حول العالم، هقول لكم الجزائر بتدعم مين سياسيا وماليا شغل على مستوى عالي. في دولة في منطقة الكاريبي اسمها هايتي. المهم دولة هايتي ما فيهاش استقرار وفيها انفلات أمني. راحت الأمم المتحدة بعتت قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة دولة كينيا. حسب المصدر، أمين مجلس الوزراء في دولة كينيا بيشكر الجزائر على دعمها السياسي والمالي، السياسي والمالي لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في دولة هايتي. آخر خبر معانا، كلنا عارفين أن إيران ضربت أهداف في باكستان، وقامت باكستان بضرب أهداف في إيران، وممكن الموضوع ده يأثر على مضيق هرمز. المضيق ده مهم جدا لعبور سفن النفط، يعني مش بعيد والله أعلم أسعار النفط تولع لو حصل حاجة في المضيق ده. المهم الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف قال في توقعات تشير إلى التصعيد بين إيران وباكستان، وقال معلومة مهمة جدا جدا إن بريطانيا وإسرائيل بيحثوا باكستان على التصعيد في مواجهة إيران. يعني بريطانيا وإسرائيل عاوزينها تولع أكتر بين إيران وباكستان، وبيدفعوا باكستان للتصعيد. لكن رغم التوقعات بالتصعيد، الخبير الجزائري قال ممكن ما تحصلش توترات كبيرة بين إيران وباكستان بسبب مستوى المصالح اللي بينهم. عاوز أقول حاجة عزيزي المشاهد، الجزائر تجمعها علاقات ودية مع باكستان وإيران. هل ممكن الجزائر تقوم بمصالحة؟